السلام عليكم. من بعد التفاعل ديالكم الكبير مع الفيديو اللي كنت نزلت، كنت شارك فيه معكم التجربة ديالي في مباراة تعليم السلك الابتدائي، كيفاش الحمد لله نجحت من المرة الأولى وبسهولة، والمدة اللي كنت حضرت فيها المباراة 10 أيام أو أقل. قررت أن نعمل لكم سلسلة خاصة بالتحضير الجيد وأون ديتاي مباراة تعليم. اللي باقي ما شافش الفيديو اللي كنت نزلت قبل، انا غنخلي لكم اليوم في صندوق الوصف، ضروري تشوفوه باش تعم الاستفاده. الحاجه اللي خصني نقولها لكم هو اللي كينجح في هذه المباراه هذه ماشي هو اللي كيقتل راسو بالحفاظه او كيضغط راسو كياخذ مده طويله باش يحفظ، لا، اللي كينجح هو اللي كيخدم بذكاء. الحمد لله المباراه كاينه في شهر 12، يعني باقي لكم شهر 10 وشهر 11. هذه المده هذه خاصكم تستغلوها مزيان. اللي عنده شي ضعف في شي ماده او في شي مكون او نقصه شي حاجه، يقدر ان شاء الله في هذه المده هذه يخدم مزيان. الا تبعتوا معايا هذه السلسله اللي غنزل غنهضر فيها اون ديتاي على جميع المواد اللي باغي يطيحوا لكم في المباراه، شنو كيطيح وشنو خاصكم ترجعوا بالضبط. غير ركزوا معايا مزيان وان شاء الله ما يكون غير خير. الحاجه الثانيه اللي خاصني نضيفها لكم هو ان الناس اللي كيصحوا هاد الامتحانات هادو عارفين مزيان بزاف كاين الناس اللي يلاه شبروا ليسونس ديالهم ودفعوا التعليم، او يلاه شبروا الماستر ديالهم ودفعوا التعليم، ماشي كلشي كان عنده ديكسبيريونس. دونك هما ما كيتسناوش منكم انكم تجيبوا لهم كلشي صحيح او يشوفوا يعني شي اجوبه خياليه، لا، انا قلت لكم في الفيديو السابق هما كينتظروا منكم غير يشوفوا منكم واحد مشروع استاذ ناجح في المستقبل، واحد الاستاذ اللي غيقدر يفيد التلاميذ ديالو الى راكم واحد التجربه يعني واخا بسيطه، ان شاء الله غيكون قادر انه يعطي واحد كيف ما قلت في الفيديو السابق واحد الفالور اجوتي للمتعلمين ديالو. دونك نخليكم مع الفيديو اللي غيكون العنوان ديالو شنو وجدت بالضبط مباراه تعليم خصوص يعني ماده الفرنسيه. هادشي اللي غنقول لكم هذا هو اللي غترجعوا بالضبط، ما تحمقوش راسكم بزاف د الحاجات اخرين. هادشي اللي غنقول لكم سجلوه في شي ورقه وركزوا عليه، وهادشي اللي غيطيح حيت هادشي اللي تعاود في مباراه التعليم بالنسبه ل 2016 2017 و 2018 هو اللي كيطيح، وزيدون ما عنده ما يطيحش من غير هادشي هذا، حيت هادو هما يعني الدروس المهمه، وهادشي اللي سيغمون غيطيح ان شاء الله. نخليكم مع الفيديو وركزوا مزيان. اول حاجه ملي ينزل لكم امتحان ديال الفرنسيه غتشوفوها هو نص بالفرنسيه كيكون طويل شويه وعليه الاسئله ديالو. اذا اول حاجه غتعدلوها غيكون في يدكم قلم رصاص ولا قلم نتوما كتقراو. طبعا القراءه اللوليه ما غتقشعوا حتى حاجه كيف ما كنقولوا، يعني ما غتفهموش مزيان النص. اذا النص باش تفهموه مزيان خاصكم على الاقل تقراوه جوج حتى ثلاثه المرات. اذا حنا كنقراو النص وحنا كل ما دبنا شي جمله اللي هي مهمه واللي غيكون عندها يعني تاثير، او مثلا نقدروا نجبروها في الاسئله ديالنا نسطر عليها. انا كنقرا النص وانا كنسطر عليها، ولا الا بغيتوا قبل ما تقراو النص عدلوا واحد الطليله خفيفه على كومبريونسيون دو ليكري، يعني اسئله النص. شوفوا هكا الاسئله اللي كاينين باش الا كنتو كتقراو النص وبان لكم هكا الجواب تقدروا تسطروا عليه. اذا هذه هي الخطوه الاولى، نقرا النص مزيان من جوج حتى ثلاث مرات او اكثر، وانا كنقرا وانا كنسطر على الجمل اللي جبرتهم او شفتهم باللي غيكونوا مفيدين في النص حيتاش غنحتاجهم في الاسئله وغنربح الوقت. ثاني حاجه الاسئله اللي كيتعطاو لكم في حال دي كادو ولا لي كيسيون كي سو ريبيت سوفون كيتعاودوا دائما او الاغلبيه ديال الوقت. من بين هاد الاسئله هذه هي كيلي لو جونغ دو سو تيكست، يعني شنو هي النوعيه ديال النص. واخا ما يكونش عندكم مع الفرونسي ولا شي حاجه خاصكم غير تفهموا شنو هما نوعيه النص، و غيجيكم سهل انكم تجاوبوا عليه. يكفي انكم دابا تركزوا معايا وانا غنشرح لكم مزيان. بالنسبه للي تيكست او الامتحانات اللي دازوا اغلبيه شفتهم كيطيح نوعيه النص اللي هي نغاتيف او نص حكائي. يعني من بين الخاصيات هذا لو تيكست نغاتيف هو كتجبروا الاحداث كيوقعوا في واحد الزمان في واحد المكان محدد، كيكون فيه شويه ديال الوصف زائد كيكونوا فيه شخصيات كيهضروا، وبحال اللي قلت مكان وزمان واحداث يعني بزاف. اذا هذا تيكست نغاتيف صافي، مي تجبروا شخصيات وهادشي اللي قلت. طبعا هما كيقولوا لكم كيلي لو جونغ دو سو تيكست وكيعطيكم اختيار نتوما غتعدلوا علامه في الجواب الصحيح. الا جبرتوا هذا لي كاركتيرستيك اللي قلت لكم اذا غيكون تيكست نغاتيف.
ما جبرتوش هاد الخاصيات هادو وجبرتو مثلا نص كيوصف بزاف، مثلا كيوصف شي حيوان، كيوصف بزاف شي مدينة مثلا، ولا كيوصف شي شخص، كيوصف الجسم شي واحد، كي الكومباريزون يعني كي قارن بين شي حاجة وشي حاجة، وفيه يعني ديمو او كلمات فيهم الوصف بزاف، غيكون تكست ديسكريبتيف. صافي، بالنسبة الى جبرتو شي نص كيكون كيهدف انه يقنعك بشي فكره ولا بشي راي اون سابيون، ولا كيعتمد على دي زارغومون او حجج وبراهين، وكيكونوا فيه بحال هاد الكلمات هادو بويسك مي باسكو دونك كار الى اخره. يعني قلت لكم كيكون خاصو يقنعك بشي فكره ولا بشي راي، وكيكون كيقدم لك بزاف د الحجج والبراهين، اذا هذا غيكون تكست ارغومونطاتيف. صافي، ركزوا معايا مزيان. بالنسبه الحاجه اللي من موراها غندوزو تكست اكسبليكاتيف. هذا لو تكست اكسبليكاتيف من جام اكسبليكاسيون، يعني هذا النص هذا il cherche à informer à expliquer à rendre plus clair un sujet. بمعنى هذا النص هذا كيبغي يوصل لك واحد المعلومه، يشرح لك ولا يوضح لك مزيان واحد الموضوع. صافي، كيكون تكست اكسبليكاتيف، يعني الهدف ديالو انه يشرح لك شي حاجه. Et après, nous avons le texte informatif. Le texte informatif, هو كيعطيك معلومة على شي موضوع. أغلبية مثلا غتجبرو هادشي هذا في دي زوفغا سيونتيفيك، مثلا شي ناس كيهضر على العلوم ولا شي موضوع عنده علاقة مع هادشي هذا، شي موضوع شي تكست مثلا على شي حاجة غيد توريستيك، مثلا شي حاجة على التوريزم إلى آخره، كيكون كيبغي يوصل لك المعلومة على شي حاجة. صافي، ولا مثلا كيكون كيهضر لك على شي كتاب مدرسي، المهم بحال هادشي هذا. صافي، هذا هو تكست انفورماتيف. بالنسبه موراها كاين تكست انجونكتيف. لو تكست انجونكتيف هو كيعطي نصائح، ياك اوامر، دي روسيت مثلا، بحال كيكون مثلا كيقدم لكم شي وصفه، شي حاجه ديال الطبخ مثلا، كيكون تكست انجونكتيف. مثلا كيعطيكم اوامر او النواهي، اللي كيقول لكم مثلا ما خصكمش تعدلوا هذه وهذه وهذه، او قلت كيف ما قلت كيعطيكم اوامر ولا نصائح، كيكون اسمه تكست انجونكتيف. داكور، من موراها كيجي تكست اكسبريسيف. هذا التكست هذا نوعيه هذا النص هذا كيكون كيوصف الاحاسيس ولا المشاعر. صافي، كيكونوا في اغلبيه في النصوص للتحليل النفسي. صافي، ما يكون شي نص كيكون كيحلل شي مشاعر شي واحد او داكشي نفسي داخل فهادشي هذا، كنسموه تكست اكسبريسيف. صافي، بعد ذلك تقدروا تجبروا او يعطيو لكم هذا السؤال، تا هو عاود شنو هو النوع ده النص او الاكستري، واش بيوغرافيك، واش اوتوبيوغرافيك، ولا بويتيك. بالنسبه الى جبرتو نص كي مثلا الكاتب او لو ناراتور كيعاود النص سيره الذاتيه شي واحد مات او باقي بالروح، كيعاود شنو الاحداث اللي دوز في حياته، شنو المغامرات اللي عمل، مهم كيكون كيهضر على السيره الذاتيه واحد اخر، كيكون النص عباره عن بيوغرافيك. صافي، مي كيكون شي واحد لو ناراتور يعني كيهضر على راسو، كيقول جو، يعني يعني كنجبروا مصطلحات او كلمات كيهضروا على راسو، مثلا شنو دوز في الصغر ديالو، القرايه ديالو كيف دازت، المغامرات اللي دوز، السيره الذاتيه ديالو، كيكون كيهضر على راسو، كيكون النص عباره عن اوتوبيوغرافيك. داكور، بالنسبه النص بويتيك كيكون مثلا شي كيقول لكم شي اغنيه، مثلا شي قصيده، المهم كتجبو كيكون بويتيك. صافي، هذا ساهل، ولكن اغلبيه ما كيطيحش الصراحه. اللي قلت لكم هذا الشيء اللي قلت لكم هو اللي كيطيح، كاين بزاف الانواع ديال النصوص اخرين ما بغيتش نقول لكم، حتى هذوك يعني ما غيطيحوش، اغلبيه هذا الشيء اللي غيطيح. صافي، هذا فيما يخص السؤال ديال كيلي لو جونغ دو سو تيكست او دو سيت اكستري.
ثاني حاجه او السؤال اللي كيطيح دائما وبالتاكيد هو كيعطيكم جمل كيقول لكم واش هاد الجمل صحيح او خطا، يعني فو ولا بغا يعدل وحدها. يعني ليها نقول لكم خاصكم تقراو النص مزيان باش تعرفوا شنو غادي يعدلوا. اهم حاجه ما تدهشوش وما تزربوش، قراو الجمل مزيان وفتشوا عليهم في النص، وعلى حسب السياق ديال النص غتعرفوا واش صحيحه ولا خطأ، وكيكون داك الشيء ساهل الصراحه، ما كاينش شي حاجه صعيبه. من موراها كيعطيكم جمله مثلا كيقول لكم شنو قصد بها الكاتب في النص. هاد الجملة هذه شنو نقصد بها الكاتب؟ واش قصد بها باللي هو فرحان؟ واش هو حزين؟ واش هو مثلا نشيط؟ واش هو مثلا بحال هذا عطيتكم غير اكزومبل، يعني كيعطيكم جمله وانتم خاصكم تفهموها. الا شفنا هكا كسؤال غيجيكم صعيب، ولكن كيفاش غنعرفوا؟ خاصنا نمشيو لديك الجمله فيه كاينه في النص. صافي غتمشيو تفتشوا ديك الجمله اللي قالوا لكم يعني شنو نقصد بها، غتسطروا عليها في النص وغتقراو شنو قبل منها وشنو من موراها. يعني من خلال داك السياق ديالها غتحاولوا تفهموا شنو نقصد بها. صافي سهله جدا. حنايا الفوج 2017 كانوا عطاو لنا واحد الجمله التي بيان ميز، التي بيان ميز. هو كان كيهضر الكاتب لو بير غوريو الى ما عقلت، كان كيهضر على البنات ديالو، وكان في ديك الجمله من خلال الجمله قال زعما خاصو يتهلا فيهم، ما كرهش زعما يشوفهم دائما مزيانين، وكان في الجمله برافمون ميز. من ديك الجمله فهمنا باللي عطونا اختيارات، واش هاد ميز، واش هاد ميز هادي واش هي بوزي، واش هي ابيي، واش هي ني، واش هي الفي. من خلال انه كان خاصو يشوف بنات ديالو دائما مزيانين ودائما يعني هما هادوك، فهمنا غير ديك من خلال هذه الجمله هذه فهمنا بلي ميز هي ابيي، يعني خاصو يشوف بنات ودائما لابسين مزيان الى اخره. هذا غير مثال. ندوزو دابا الدروس اللي كيطيحوا، جمعت لكم هنايا جميع الدروس اللي كيطيحوا في اللغه الفرنسيه بالنسبه للقواعد، ما عندهمش ما يطيحوا لكم زعما شي حاجه من غير هادشي. هذا سي بور سا جبدوا تويتر ديالكم اللي كتراجعوا فيه وكتبوا لي هاد الدروس هادو كاملين اللي غنقول لكم، واخا تتعبوا شي حاجه ان شاء الله مي غادي نجحوا في المباراه. يعني باقي لكم شهر 10 وشهر 11 ان شاء الله، يعني ما غتحسوا بحال اللي عمركم تعبتوا. اذا زيروا معايا وبداو تكتبوا. بالنسبه للدرس اللي كيطيح دائما هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت، لو كومبليمون دوبجي انديريكت، لو كومبليمون داجون، ولو كومبليمون دو نون. صافي سجلوا معايا هذا الدرس هذا. اوسي كاين مثلا يقدروا يعطيكم دي فراز ويقول لكم سيرو بخط حاجه كل جمله واش ديالها، واش هذه فراز انتيروغاتيف، فراز امبيراتيف، فراز اكسكلاماتيف، ولا فراز ديكلاراتيف، يعني واش هذه الجمله هذه استفهاميه، امريه، تعجبيه، ولا اخباريه. كيكون داكشي ساهل غير شويه بعض المرات كيعطيكم دي تروك ما بين جمله فراز ديكلاراتيف ولا فراز امبيراتيف، غير يعني ماشي شي حاجه صعيبه، خصكم تركزوا. صافي ولا بغيتو نعمل لكم فيديو خاص بالشرح ديال هذا الفيديو هذا، ما عندي حتى شي مشكل، قولوها لي في لي كومونتير وصافي. وموراها يقدروا يقول لكم شي جمله، يقول لكم اختاروا واش هاد جمله واش يعني فيها لي بروبوزيسيون سوبوردوني دو كوز دو مانيير دو كونسيكونس دو بوت الى اخره. يعني قراو حتى على هاد الدرس هذا شي حاجه. او مثلا كيعطيكم كلمات كلمه وحدها كلمه اخرى، يعني حدا بعضهم يقول لكم واش هاد وصلوا بخط، واش هاد الكلمه والكلمه اللي حداها واش هما دي زونتونيم، يعني كلمه وضد ديالها، واش هما دي سينونيم، واش كلمه مفرد ديالها، واش هما دي زانافور، اومونيم، بارونيم. صافي بعد ذلك الدرس اللي كيتعاود عاود بزاف هو لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. لو ديسكور ديريكت هو ان الهضره وصلت لك كوميلي كيف ما هي. بحال مثلا كنقولوا لو بروفيسور دي ا سي زيليف، كنعدلوا جوج نقاط غيومي. يعني في الديسكور ديريكت باش تفرقوا بين الديسكور ديريكت وديسكور انديريكت، يعني الهضره كتكون ثقالات جوج النقاط غيومي تقدروا تجبروا مثلا علامه استفهام علامه تعجب. اذا بحال قلت لكم هذا ليكزومبل هذا لو بروفيسور دي ا سي زيليف vous aurez un contrôle demain، يعني الهضره هكا توجهت نيشان. alors que le discours indirect ما عمركم غتقدروا تجبروا فيه دو بوين ولا غيومي ولا شي علامه استفهام تعجب، لا
يعني مثلا الا بغيت ديك الجمله الاولى نقلبها ديسكور انديريكت نقول لو بروفيسور دي ا سيز اليف. هاد الجمله كيبقى كتبقى كيف ما هي. شنو كندخلو كتزول ديك فوزوري شنو كترجع كيلورون ان كونترول دومان. صافي هاد الدرس شويه خاصكم تقراو عليه ماشي يعني تقدر تجبروا فيه شويه الصعوبات ولكن غير قراو عليه مزيان وتا هو الا جبرتو يعني فيه شي صعوبات شويه وما فهمتوش حتى هو نقدر نعدل لكم فيديو عليه. بالنسبه للكونجيغيزون يقدروا مثلا يعطوكم جمل او كلمه وجمل يسطروا لكم على لي فيرب ويقول لكم سيرو في بخط فين هو لو فيرب اللي مصرف في الباسي كومبوزي فين هو في لامبارفي لو بريزون دو لانديكاتيف لو فيتور سامبل لو سوبجونكتيف بريزون لو كونديسيونيل مثلا بريزون. انتما شنو خاصكم تعدلوا تمشيو تختاروا شي فيرب شي فيرب دو بروميير غوب مثلا كيتسال ب او ار مثلا نقولوا مونجي manger ou مثلاً parler aider مثلاً جملة اللي كيتسالوا بإر هادوك ساهلين. يعني شنو باش تعرفوا الكونجيغيزون ديالو ما تقبطوا واحد تفيتر غتكتبوا مثلاً فيرب دو بروميير غوب مثلاً كيف ما قلت لكم غتكتبوا لي مثلاً parler صافي غتكتبوا لو فيرب parler. هاد لو فيرب parler ديالها غتسطروا واحد الجداول غتكتب بريزون دو لانديكاتيف كيفاش كيتصرف باسي كومبوزي كيفاش كيتصرف لامبارفي كيفاش كيتصرف فيتور سامبل سوبجونكتيف بريزون الكونديسيونيل وغتسطروا غدوروا لي مثلا ولا غتسطروا على لو تيرمينيزون فحال مثلا لو فيرب بارلي في البريزون كيتسالا جو بارل تو بارل il parle نو بارلون vous parlez il parle. يعني التيرمينيزون ديالو او او اس او او ان اس او زد او ان تي. هاد التيرمينيزون هادو غتطبقوها على جميع الافعال دو بروميير غروب صافي الى اخره. بالنسبه لو فيرب دو دوزيام كوب مثلا فيكم لو فيرب شوازير مثلا او فينير عاود نفس الشيء طبقوا عليه لو باسي كومبوزي بريزون دو لانديكاتيف فيتور سام باش تشوفوا التيرمينيزون ديالو كيفاش كيتسالى. يعني اي فيرب غيجيكم دوزيام كوب غطبقوا عليه نفس القواعد. كيبقى شويه المشكل في لي فيرب دو تروازيام كوب ما عندهمش واحد القاعده محدده. نتوما حاولوا تشوفوا غير بعض الافعال بحال مثلا بروندغ تشوفوا الي ضروري الي طبعا واخا كيتلعب او ار هذا فيرب دو تروازيام كوب تشوفوا الي بروندغ مثلا atteindre مثلا apercevoir boire مثلا connaître مهم كاين بزاف comprendre مثلا courir croire مهم كاين بزاف الافعال ثالثيام جروب يعني اصلا انتم عارفين يعني كيكونوا مثلا دي فيرب اللي كيتسالوا باي ار ولكن هما ثالثيام جروب حاولوا ما تخلطوش بين هادشي هذا. اذا عاود قلت لكم حاولوا تاخذوا غير شويه شويه دي فيرب ثالثيام جروب وتشوفوهم باش كيتسالوا باش تقدروا الا طاح لكم شي فيرب من هادو تعرفوا تجاوبوا عليه. من موراها لي فيغور دو ستيل هذا درس مهم بزاف وكيطيح دائما كونوا متاكدين ملي غنمشيو الامتحان غتجبروه. Le figure de style est quelque chose comme la comparaison, la métaphore, la personnification. Moi, il y a beaucoup de choses que figure de style sur Internet. وعيطلعلكم لي فيغور دو ستيل كاملين وتاع الدرس هذا مهم بزاف الا بغيتو نشرحوها لكم قولوها لي في الكومونتير. رجعوا ايضا درس لارجيكتيف كاليفيكاتيف حتى هو طاح في بزاف الامتحانات. والدرس اللي كيطيح بزاف ايضا هو هاد لي تيب دو كومباريزون انفيريوريتي سوبيريوريتي ايغاليتي. هو اننا ملي كنكون كنقارن جوج الحاجات الا مثلا جبرتو موان كو ولا شي عباره بحال هيدا كان طبعا كنقولوا انفيريوريتي مي كنقولوا بلو كو يعني سوبيريوريتي يعني كنكونوا كان شي حاجه اكثر من حاجه اخرى. ومي كنقولوا اوسي كو متجبروا اغلبيه هادو هما اللي كيطيحوا بزاف متجبروا شي جمله فيها اوسي كو كتكون ايغاليتي يعني التساوي. وصافي هادشي اللي كاين. هنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو ولكن النصيحه اللي خصني نقول لكم هو الحمد لله باقي فيتكم شويه د الوقت تقدروا دريكوبيريو يعني اللي فاتكم كامل. غير هو حاولوا انكم كيف ما قلت لكم تخدموا بذكاء ودعليو كل نهار دعليو الكراد الخدمه ديالكم مثلا كل نهار بداو مثلا بدرس واحد الخدمه درس مثلا العربيه درس فرنسيه درس الرياضيات قراو عليه شي حاجه وانتم ماشي انتم يعني كل نهار عليو شويه النيفو يعني من موراها بداو بجوج دروس الى اخره.
وان شاء الله ما يكون غير. المهم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حيتاش باقي غننزل لكم بزاف الفيديوهات اخرين اللي غيفيدوكم بزاف وغيسهلوا عليكم الخدمة. اي فوالا بون كوراج.